السلام عليكم. موضوع اليوم هو المولدات أو هباماً إن برلين. في هذا الفيديو سأتطرق لكل ما يخص المولدات بالعاصمة الألمانية برلين، ابتداء من الخدمات التي تقدمها المولدة، مرورا بمن يتحمل مصاريف المولدة، وفي نهاية الفيديو أقدم لكم لائحة بجميع أو لائحة بأسماء جميع المولدات اللواتي يتواجدن بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك حسب البلديات لكي يسهل عليكم إيجاد المولدة القريبة من سكنكم. تنقسم الخدمات التي تقدمها المولدة إلى 3 أنواع: هناك خدمات قبل الولادة، وهناك خدمات خلال الولادة، والنوع الثالث بعد الولادة. خلال فترة الحمل تقدم المولدة مجموعة من النصائح تخص الفحوصات التي تقوم بها المرأة الحامل خلال فترة الحمل، كما تخص أيضا العناية أو كيفية العناية بالرضيع، بحيث يمكن للمولدة أن تقوم بهذه الخدمة بطريقتين: إما أن تزور المرأة الحامل في بيتها، كما يمكن أن تجيب على كل هذه التساؤلات هاتفيا، وكل هذا في مدة أقصاها 12 مرة. بغض النظر عن الفحوصات الفوق الصوتية التي يقوم بها الطبيب النسائي المعالج، تقوم المولدة بالفحوصات اللازمة أثناء فترة الحمل، وتقوم بتدوين كل النتائج على دفتر الأمومة، وذلك بالتناوب مع الطبيب المعالج. كما تقدم المولدة المساعدة في كل ما يخص الشكاوى المصاحبة للحمل كالتقيؤ، انزعاجات في النوم، وأيضا في حالات التوائم والمخاض المبكر وما إلى ذلك. بالنسبة للخدمات التي تقدمها المولدة خلال الولادة، ترافق المولدة الحامل يوم الولادة وتساعدها على الولادة كقابلة أو كموظفة، وذلك سواء بالمستشفى، بدار الولادة، أو حتى بالمنزل. ننتقل الآن إلى الخدمات المقدمة من طرف المولدة بعد الولادة. تقوم المولدة بزيارة المرأة بعد الولادة خلال 10 أيام الأولى يوميا، بعدها تقوم ب16 زيارة، وذلك حسب الحاجة وحسب الاتفاق. خلال هذه الزيارات تقوم المولدة بفحص المرأة ومساعدتها على تجاوز مشاكل الرضاعة في الفترة الأولى، كما تقوم بفحص الرضيع والعناية بسرته. كما يمكن الاستفادة من نصائح المولدة فيما يخص الرضاعة والتغذية، وذلك في حدود 8 لقاءات بعد الأسبوع 12 من الولادة.
تقدم المولدة مجموعة من الكورسات، نذكر من بينها الاستعداد للولادة بما في ذلك شرح لكل مراحل الولادة، ما يمكن فعله في حالة وقعت مشاكل أثناء الولادة، ما يحتاجه الطفل، وكل ما له علاقة بفترة النفاس. كل هذا في حصص لا تتجاوز 14 ساعة، وهذا مع مجموعة من نساء أخريات. كما يمكن أن تستفيد المرأة من هذا الكورس لوحدها، وذلك بموجب شهادة من الطبيب المعالج بأنها لا تستطيع المشاركة في الكورس مع المجموعة. الكورس الثاني هو Rückbildungs Gymnastik، وهو كورس عبارة عن مجموعة من الحركات تهدف تقوية العضلات المتضررة من الولادة. المولدات اللواتي يعملن بشكل حر يقدمن هذه الخدمات ويأخذن أجرهن مباشرة من صندوق التأمين، فكل ما يجب عليك فعله هو التوقيع في كل مرة تأتي فيها المولدة لزيارتك، وفي نهاية هذه الزيارات ترسل المولدة هذه الورقة الموقعة إلى صندوق التأمين المسجل لديه المرأة المستفيدة من الخدمة. وفي حالة أرادت المرأة الاستفادة من خدمات المولدة لفترة أطول، تتكلف هي أي المرأة المستفيدة بدفع المصاريف الإضافية. هنا تجدون لائحة بأسماء المولدات ببرلين. اللائحة الأولى هي لمجموعة من المولدات اللواتي يقومن بالعناية بالحوامل في حالة خطرة. في هذه اللوائح تجدون اسم المولدة وأمامه المنطقة، أو بالأحرى الحرف أو الحرفين الأولين من اسم المنطقة. على سبيل المثال نأخذ الاسم الأول، أمامه SO، هذا يعني زيد أوست، أي برلين الشرقية. سأترك لكم في آخر الفيديو هذه الرموز وأمامها المنطقة باللغة العربية. اللائحة الثانية لمولدات في حالة التوائم، واللائحة الثالثة لائحة لمولدات في حالة كان وضع الجنين غير طبيعي
في حالة مثلا كانت مؤخرة الجنين في الأسفل ورأسه في الأعلى. Thank you.
ننتقل الآن إلى مرافقة الولادة عبر الدولة. الدولة هي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، وهي تعني أن تخدم أو تعتني. الدولة هي امرأة لديها أطفال وكونت معارف بخصوص الولادة من خلال تجربتها الشخصية، لذلك فهي تعرف وتفهم الاحتياجات العاطفية للمرأة خلال الولادة، لهذا فهي قادرة على منح المرأة الإحساس والدعم المستمر خلال الولادة، وهذا يعني أنها تتنفس معها، تساعدها على الاسترخاء من خلال عمليات تدليك، تواسيها وتشجعها. الدولة تساعد في المستشفى، في دور الولادة وفي البيت. في البيت أعني بذلك في الولادة في المنزل، ولكنها لا تعوض لا المولدة ولا المساعدة في الولادة، كما أنها لا تقوم بأي وظيفة طبية، بل تركز على احتياجات المرأة. تتعرف المرأة الحامل على الدولة قبل الولادة بفترة، ويستعدان معا للولادة. أثناء المخاض ترافق الدولة المرأة وتعتني بها. بعد الولادة تبقى الدولة على تواصل مع العائلة وتساعد المرأة على كسر خوف الولادة وإعادة ثقتها بنفسها.
تجدون لائحة بأسماء الدولات المتواجدة ببرلين مع رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، إضافة إلى اللغات التي تتكلمها الدولة وكذا الصفات التي تتميز بها.